أنا معي الأستاذ سامر رشاد، معلم مادة رياضيات للعلم والصناعي. أستاذ سامر صباح الخير. أهلا بك. إحنا يمكن الأيام الماضية وصلتنا العديد من الملاحظات بخصوص الرياضيات والامتحان. نعم. وصراحة إحنا كل مرة بنسمع نفس الكلام دائما، بين من يقول والله الأسئلة صعبة ومش من منهاج وضربونا، وبين من يقول لا والله الأسئلة راعت جميع المستويات الطلبة المتوسط والضعيف وحتى المتفوق. شو تعليقك خاصة اليوم كمان في مادة رياضيات ضمن الامتحان اليوم؟ الورقة الثانية. تفضل سيدي. أخليت أنا في الفيديو الأول اللي نشرته، إذا سمعته أنا بالعكس أنا مع إنه الامتحان يجي صعب، وأنا ضد إنه الطالب يعني يسيب في مجال مثلا التسيب أو السهولة أو إنه العلامة تيجي بالسهولة، لكن الخطأ اللي صار كارثي وهو ظلم لكل الطلاب لما يجي سؤال محذوف. وأنت أكيد سمعت أخ ليس. نعم. السؤال كان في منهاج 2005. نعم. عدلت الكتب تمام، وتم حذف السؤال موجود في كتاب الطالب وكتاب التمارين، هاي حيثيات الموضوع صارت معروفة، بس علقت الوزارة انه موجود في صفحة كذا وصفحة كذا. ارفقنا فيديو ثاني ببعث لك اياه اخ لي. فيديو برقم الصفحات اللي اصدروها الوزارة وكانت لا تدل على شيء، كانت الصفحات تدل على موجود في كتاب 2005 وليس الكتاب الجديد. وهذا خطأ واضح اخ لي. مش انا ما باجي بحكي لك سهل وصعب وجيبه سهل والكل يصل، لا، بينما في يعني عدا هذا السؤال لم يكن هناك اي ملاحظات على الاسئله الاخرى. ملاحظات على ثلاث اسئله. نعم. كان السؤال الثالث الخلل الاول، وكان في عندنا في السؤال الخامس سؤال المعدلات اللي اجى من المنهاج المصري، ما بعرف ليش طبعا. المنهاج المصري، من المنهاج المصري كوبي بيست بالارقام اخ ليس. اها. فما بعرف الوضع الاسئله ما كان عنده اشباع في منهاجنا اللي هو منهاجنا اخ ليس. كتاب الطالب والتمارين بقدر أكتب لك 4000 امتحان مختلف، تخيل. غريب والله نسمع هذه المعلومة. لا، هاي المعلومات موجودة وموفقة أخلي. طيب، وبخصوص امتحان اليوم شو نصائحك للطلاب؟ أنا بدي أوصل رسالة، لأنه دائرة الامتحانات وزير التربية أقر أنه في 30 مشرف يوم الأربعاء أخلي. تمام، بدهم ينظروا في الموضوع لما يبدأوا التصحيح. نعم. أنا بوجه رسالة من خلالك لك 30 مشرف وكل مسؤول أن يضع مخافة الله بين عيونه، لأنه والله يا أخلي إنه الطالب والطالبة والله، وهذا اليمين سأسأل عنه أمام رب رحيم، يعني وقتها لا حيزيد الوزير ولا واضع الامتحان، والله إنهم ظلموا يا أخلي، والله إنهم انظلموا. واليوم شو نصائحك للطلاب أستاذ اليوم سامي؟ بتمنى يا رب، أنا لسه الآن منزل بوست دعيت فيه من كل قلبي لكل طلاب المملكة إنهم يجبروا الخاطر. أنت بتعرف الورقة الثانية شو ما كان فيها التعويض، إن شاء الله نقدر نعوض العلامات اللي راحت في الفصل الأول إن شاء الله. الله يوفقكم جميعا إن شاء الله. شكرا أستاذ سامر رشاد، معلم رياضيات العلم والصناعي. إن شاء الله صوتنا يوصل يا رب بمعينتك.